السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. محددات والتعامل مع التحالف الدولي وتحديد شكل العلاقة الأمنية. زيارة الأسد للصين محطة لطريق الحرير، وأي أدوار ستلعبها بكين؟ حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد أن طوى العراق صفحة تمدد الإرهاب واحتلال الإنسان والمساحات الجغرافية الشاسعة، يسعى القائد العام ومن جولات الخارجية ومحطات الاستراتيجية لتنظيم علاقة بغداد الأمنية مع التحالف الدولي، ووفق مرتكزات رئيسه البلاد ليست بحاجة لأي قوات قتالية، وإنما هي بحاجة للتعاون في مجالات محددة ما تتعدى شروط التدريب وتقديم المشورة. فالحرب الدائرة لسنوات والتي اتخذت أشكالا مختلفة، تارة في المدن وأخرى في الصحارى وبين البساتين، أعطت الأجهزة الأمنية ما يكفي من الإمكانيات في مواجهة أي أخطار مستقبلية. فمحددات تنظيم هذه العلاقة أمر واجب لاعتبارات انتفاء الحاجة لأدوارها القتالية وتدعيم مسارات السيادة الوطنية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، فراح نتحدث عن وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى بكين في زيارة هي الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، والتي تشكل مدخلا مهما للعلاقة اللي هي أكثر تطورا وفك العزلة السياسية المفروضة على سوريا منذ أزمتها الملتهبة. فهي تمثل انعطافا نحو تمتين دور التنين الصيني في إعادة الإعمار وإعمار ما دمرته الحرب السورية عن طريق الاستثمار والمشروعات الاقتصادية والتنموية، وربما تمتد حتى القروض أو الخطوط الائتمانية. زيارة الأسد للصين محطة مهمة لطريق الحرير وفرصة ذهبية لسوريا لكسر عزلتها الدبلوماسية. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام المتخصصين في هذين الشأنين. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني، حياك الله أستاذ عدنان ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ محمد جعفر الباحث في الشأن السياسي انضم معنا عبر سكايب من نيويورك، حياكم الله ضيوفا كرام. أستاذ عدنان، أبدأ مع حضرتك، نتحدث عن ما يحتاجه العراق من قوات التحالف. خلينا نرجع بالذاكرة إلى ما خاضه العراق والقوات الأمنية في معارك التحرير. القوات الأمنية العراقية حسب خبراء وصلت إلى مراحل متقدمة من الجاهزية والإمكانية، من حرب الساحات المفتوحة، حرب المدن وغيرها من هذه التفاصيل، بالإضافة إلى الأسلحة والصنوف المختلفة من الجيش والشرطة. بالتالي تقييم حضرتك بهذه الخبرة الأمنية عن جاهزية القوات المسلحة في هذا الوقت بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جميع مشاهديكم الكرام، حيا الله ضيفك الكريم. أهلا ومرحبا. الحقيقة إذا تحدثنا عن الجيش العراقي البطل وعن الأجهزة الأمنية العراقية، يجب أن نتحدث بحذر شديد، وكذلك يجب أن نتحدث بإنصاف. فيما إذا قلنا أن الجيش العراقي من ناحية التضحية ومن ناحية الفداء ومن ناحية الإقدام، هم طبعا أبطال في ساحات الوغى ودماءهم مسترخصيها، وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة. يجب أن نحترم دماء المقاتل العراقي، ويجب أن نحترم همة المقاتل العراقي. لذلك يجب أن نكون حريصين على تجهيز وجهوزية قطاعاتنا المسلحة العراقية بأكمل وجه. إذا تحدثنا عن جهوزية قطاعاتنا العسكرية في القتال الرجل إلى رجل، يعني ما يسمى المانتومان، فهي جاهزة جدا وبإمكانها السيطرة على داعش الإرهابي بأسلحة الخفيفة والمتوسطة والفوق المتوسطة.
لكنه إذا تحدثنا عن قتال حدود مفتوحة مع دولة معينة، وإذا كان هنالك نوايا لدولة باجتياح الأراضي العراقية، فهنا يجب أن نقف ونقول أنه قواتنا المسلحة العراقية غير مستعدة وغير جاهزة، وأيضا هنالك نقصات كبيرة جدا بالقوات المسلحة العراقية، سواء كان في مجال القوى الجوية، في الدفاع الجوي، في القوى الصاروخية، في سرايا وكتائب القتالات الخاصة في المناطق الجبلية. لذلك نقول يجب إعادة النظر بقواتنا المسلحة العراقية بما يتلائم مع حجم التهديد على حدود العراق. إذا تحدثنا عن الجارة التركية اليوم لديها طمع بالأراضي العراقية، واستثمرت معنا أولا اجتياح الحدود العراقية، مسك الأرض داخل الحدود العراقية، انتهاك السيادة العراقية من خلال الطيران المسير والطيران المقاتل وحتى الطيران السمتي، وجود محطات مخابراتية استخباراتية بالعمق العراقي، وقواتنا المسلحة العراقية اليوم تغض النظر. ولا تحدث عن قوات المسلحة، إذا غضت النظر فهي بإرادة حكومية. نقول عن الساسة العراقيين يغضون النظر، ويبدو أنه البعض لا تهمهم سيادة العراق. لذلك نقول يعني ومن حقنا طبعا أن نشكك بنوايا بعض السياسيين على اعتبار أن هنالك علاقات طيبة لبعض السياسيين مع الجارة تركيا، وهذا ما يدفعنا في ظل وجود انتهاكات على حدود العراق وحرب عسكرية إضافة إلى حرب تجويع داخل العراق، يعني حجم المياه عن الأرض العراقية، هذا معناته أنه دفع العراق باتجاه التجويع والعطش والتعطيش وتجليف وتجفيف الأراضي العراقية. لذلك نقول هنالك نوعان من الحرب تستخدم على العراق، وأضيف لها حرب أخرى مخابراتية سياسية. إذا معناته أن تركيا يعني تتجاوز على حدود العراق وعلى سماء العراق وعلى أرض العراق وحجم مياه دفعات المياه على الأرض العراقية، وكذلك تتعامل بمحطات مخابراتية وزرع أناس يتخادمون ويتخابرون مع الجارة التركية ضد مصلحة العراق. فهذا نوع من الحروب يجب أن نتعامل معه مع حذر شديد. لكن إذا تحدثنا عن جهوزية قطعاتنا العسكرية في قتالنا مع داعش الإرهابي، أنا أنحني لهم إجلالا وتقديرا على حجم التضحيات الجسام التي قدموها والمعارك الشرسة التي يخوضوها ضد هذا التنظيم المتطرف الذي استهدف أرض وعرض العراقيين. اسمح لي أن أجدد ترحابي بالأستاذ محمد جعفر، حياك الله مجددا أستاذ محمد جعفر. يتفضل السيد العميد المتقاعد الأستاذ عدنان الكناني بجاهزية القوات الأمنية العراقية، وهنا أسأل حضرتك، العراق هل يحتاج إلى قوات قتالية أمريكية على أراضيه، أم أن هذه الحاجة قد انتفت؟ وهذا ما أوضح القائد العام للقوات المسلحة بأن لا حاجة للقوات القتالية ولا من باقي دول التحالف الدولي ليس فقط الأمريكية. ما رأيك بهذا الطرح؟ مرحبا بك سيدي وبضيفك الكريم. طبعا مع العلم أني لم أستمع لما قال الضيف الكريم، مشكلة الصوت والسكايب. نعم فضل. لا ضير، ماكو إشكال. أنا أعتقد أنه المسألة هي مرتبطة أولا بالاتفاق اللي حصل بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، نعم، في عملية تواجد القوات الأمريكية في العراق، ومصلحة أمريكا في هذه القوات. يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه هذه القوات يجب أن تكون قتالية، فأعتقد أنه من الصعب أنه العراق يرفض وجود قوات قتالية. المسألة ليست سهلة، واعتقد ما يثبت هذا الامر انه لم تستطع اي وزاره او اي رئيس وزراء في العراق مناقشه هذا الموضوع بجديه مع الولايات المتحده الامريكيه. هذا من جهه، يعني ساكون صريح، المساله مرتبطه بمصلحه الولايات المتحده الامريكيه. يعني اذا رات الولايات المتحده الامريكيه انه هذه القوات مهمه ويجب ان تبقى قتاليه فستبقى قتاليه، ولا اعتقد انه هناك اعتراض سيحصل من قبل الدولة العراقية، بالذات أنه رئيس الوزراء على أقل تقدير هم كل رؤساء الوزراء، لكن أخيرا السيد السوداني في عدة مقابلات كان واضح أنه ليس لديه إشكال مع وجود قوات، لكن هذه القوات يجب أن يقنن موقفها ودورها، وكان دائما يطرح فكرة التدريب والخدمات التي يحتاجها الجيش. فأنا أعتقد هذا من جهة، يعني من جهة أنه هي المسألة مرتبطة بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني، الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق تنص على أنه الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالدفاع عن الديمقراطية في العراق. وهنا يبرز سؤال مهم،
لو انسحبت القوات الأمريكية من العراق القتالية، لو انسحبت من العراق، هل نضمن أن لا يحدث انقلاب داخل الدولة العراقية؟ بالذات أنه هناك جهات مسلحة كثيرة داخل الدولة العراقية، داخل الجغرافيا العراقية. طبعا أنا أتحدث عن جهات المسلحة العراقية، أنا لا أتحدث عن أي شيء آخر، ليست عن إيران أو السعودية أو تركيا أو الدول الأخرى. الجهات المسلحة في العراق ما زالت تهدد الأمن في العراق، وهذا ما ربما يعطينا تصور أوسع حول موضوع إمكانية السيطرة، إمكانية الحفاظ على الأمن من قبل الجيش العراقي. أنا لا أعتقد، وتجربة داعش كانت تجربة قاسية على العراق، ولذلك يحتاج يعني ما تطرح حضرتك أستاذ محمد جعفر. خلينا نقل للأستاذ عدنان الكناني هذه المخاوف اللي توجسها الأستاذ محمد جعفر من حدوث انقلاب داخلي. هل الولايات المتحدة هي شريك في تأجيج الوضع الداخلي، أم أنها هي صمام الأمان لهذا الوضع؟ والجهات المسلحة من هي التي من الممكن أن تنقلب بالوضع الداخلي؟ أستاذ عدنان، شوف عزيزي، خليني أرجع لتاريخ دخول أمريكا للأرض العراقية وما الذي خلفتها. 2003 قدمت القوات الأمريكية للأرض العراقية واحتلت الأرض العراقية تحت ذريعة أن وجود أسلحة دمار شامل ممكن أن تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي العالمي، وبالتالي اتضح فيما بعد بتقرير أمريكي على أنه لا وجود لأسلحة دمار شامل بالأرض العراقية. وأيضا الذريعة الثانية كانت أنه إنقاذ العراق من نظام فاشي ديكتاتوري، وهذا طبعا حقيقة، كان نظام فاشي ديكتاتوري وانتهك كل الحرمات في الأرض العراقية ولا إلى حيث لا رجعة. وبهذه الجزئية ربما نكون يعني ربما جامعنا الوجود الأمريكي في تلك الفترة، لأنه كان البيت العراقي من شمال إلى جنوب متضرر من تلك الحكومة ومن ذلك النظام. لذلك نقول أنه النوايا الأمريكية كانت غير صادقة من البداية. ثم قدمت الأمريكا إلى الأرض العراقية وقسمت العراق تحت مسمى كرد سنة شيعة، يعني قسمت العراق مكوناتين، ثم قسمت المتقسم وجزأت المتجزأ، تمهيدا يبدو إلى تقسيم العراق جغرافيا. إذن النوايا الأمريكية كانت من البداية هي غير صادقة وغير واضحة، وبالتالي ساهمت في تجزئة المكونات العراقية وحاولت أن تقسم البيت العراقي. وبدأت الطائفية من تلك الفترة حينما قسمت المناطق جغرافيا ومكوناتيا، يعني جغرافيا في الخريطة فقط، لكنها لم تكن هنالك حدود معلنة، الحدود كانت في النوايا فقط وفي النفوذ. ونقول أنه ما نحن عليه الآن هي بسبب الوجود الأمريكي بالأرض العراقية. إذن يبدو أنه أمريكا لديها أهداف استراتيجية بالأرض العراقية، ويبدو أن هذه الأهداف تتخادم مع المشروع الصهيوني. يعني يبدو أن هنالك نوايا أمريكية لمنح الكيان الصهيوني دولتهم المشؤومة بين الأزرقين. لذلك ما يسمى الهلال الشيعي العراقي السوري اللبناني اليوم تحت مطرقة القوات الأمريكية، وتدخلات واضحة جدا أمريكية بالمنطقة، سواء كان بالأراضي السورية أو بالأراضي اللبنانية أو بالأراضي العراقية. كذلك القرار اليوم، حتى القرار السياسي بالعراق وفي سوريا وفي لبنان مرهون برغبات أمريكية. فنقول أنه هاي النوايا الأمريكية بالأرض العراقية وبالأرض العربية برمتها هي غير صادقة وغير واضحة. من وقف وكشف هذا المشروع كانت دولة جارة، وبالتالي اليوم تعاني جراء ما قدمته الأرض العراقية والسورية ولبنان. لذلك دعنا نذهب عن الجارة إيران كي لا نتهم أنه نحن نحاول أن نتستر على بعض الأمور ونجامل دولة أخرى من أجل مصلحة معينة، لكن نقول هذه الحقيقة، والحقيقة هي واضحة وضوح الشمس. طيب، والذي من جانب يريد آخر، من جانب آخر أستاذ عدنان، يعني أكو فهمت من قصد الأستاذ محمد جعفر أن هناك جهات مسلحة تحاول الانقلاب على الحكم. طيب، إذا كان يشير إلى جهات مسلحة معينة فهي ذات الجهات هي مشكلة للعملية السياسية، فأي انقلاب نتحدث عنه من هذه الجهات وهي عنصر أساسي في العملية السياسية، لديها تمثيل نيابي ولديها تمثيل وزاري، ولكن العقدة الفارقة هي رضا أمريكا عن هذه الجهات. يعني الأستاذ أحمد أسمحت لي أنك تمهد لسؤال جنابك الكريم، ومهد على أن هنالك رغبات أمريكية. يعني أمريكا تحاول إبقاء العراق تحت طائلة الأمن ولا أمن، بين الاستقرار ولا استقرار، بين التجويع والإشباع. لذلك حينما تنجح أي حكومة، سواء كان حكومة السوداني أو قبلها أو اللي بعدها التي ستأتي، حينما تنجح في بسط الأمن وتوفير الأمن الغذائي للمواطن ويكون هنالك استقرار غذائي واستقرار أمني،
أمريكا لن تسمح بهذا وستحاول أن تتلاعب، لأنه ما زرعتهم بالتشريعي والتنفيذية ربما سيحاسبون حينما يكون هنالك استقرار أمني واستقرار سياسي، بالتالي الشعب والحكومة ستنتبه من الذي حاول العبث والتفريط بسيادة العراق وحقوق العراقيين. لذلك الوجود الأمريكي اليوم ربما يعني إن كان هنالك نوايا لخروج البعض تجاه أو ربما ب سقف معين أو بكفر معين أو بواجهة معينة مثل ما حدث عام 2019، فهو بإرادة أمريكية حينما خرجت 10 محافظات في ساعة واحدة في يوم واحد نفس الشعارات قدمتها هذه المحافظات، اتضح فيما بعد أنه نعم هنالك أصحاب حقوق وهنالك أناس مغيبين وهنالك حقوق مغيبة وهنالك نقص في كل شيء، والشارع العراقي كان محتقن وبالتالي ربما معبئ وخرج كي يطالب بحقه، لكن من الذي أطلق هذا العنان للمتظاهرين؟ ومن الذي كان يغذي هذه التظاهرات؟ ومن أين كان هنالك دعم مالي ولوجستي ومعلوماتي؟ وهنالك ضغط أيضا على الحكومة العراقية تحت طائلة حقوق الإنسان وعدم السماح للقوات الأمريكية العراقية بالتعامل مع المتظاهرين، رغم أنه السيد عادل عبد المهدي في حينها قدم كل التنازلات وكل الشروط التي طلبها المتظاهرين أصحاب الحقوق عالجها، وكمرحلة أولى بحدود 113,000 من المفسوخة عقودهم عيدوا إلى الخدمة، وكذلك حزمة من الإصلاحات قدمت. يعني كان السيد عادل عبد المهدي في حينه قدم حزمة من الإصلاحات صعب جدا أن يقوم بها أي مسؤول عراقي. بعدها جاءت حكومة الكاظمي، المظلومية نفس المظلومية لم تتغير لكن اختفاء المتظاهرين، إذن معناته أنه كان هنالك جهة دولية تقف خلف هذه التظاهرات وتجيج الشارع العراقي. طيب. ونقول انه في حاله وجود انقلاب مثل ما تفضل ضيفك الكريم فلن يكون انقلاب من الشارع العراقي، اليوم الشارع العراقي متعايش مع الحكومه وربما لديه فرصه اللي هي الثوره البنفسجيه، يعني الانتخابات وبامكان المواطن العراقي ان يغير في الانتخابات، يعني اليوم احنا يجب ان تكون هنالك ثقافه انتخابيه ويجب ان يعلم المواطن انه بامكانه ان يتحكم بالعمليه السياسيه حينما ينتخب الرجل المناسب في الوقت المناسب. نعم. هذا اللي نتحدث عنه، نتحدث عن ثوره بنفسجيه، نتحدث عن ثوره الاصبع، نتحدث عن استثمار واستغلال الانتخابات لاجل المطالبه والاتيان باناس نعتقد ونثق انهم قد يمثلون التمثيل الصح، فيما اذا كان هنالك ربما رؤى قد تكون بعض الذي يدعي ان هذه الاحزاب فاسده والآخر ربما طيب يدعي أنه بعض السياسيين يتخادمون ضد مصالح البلد. هذا فيما يخص قضية الجهات المسلحة التي إذن لا وجود لشيء. أما موضوع من يتحدث عن جهات مسلحة، هنا البعض يحاول شيطنة القوات المقاومة. نعم لدينا مقاومة في كل بلدان العالم بالمناسبة. طيب. يعني وأعتقد يعني الحكومة العراقية والشعب العراقي اليوم هنالك رضا واضح عن المقاومين، نحتاج إلى مقاومين. نعم. لأن بلدنا سيادته منتهكة وهنالك قوات احتلال بالأرض العراقية. نعم. لذلك يجب أن يكون هنالك شخص غير معلن وربما خارج سيطرة الدولة بالخفي وهو يتخادم مع الدولة، وهنالك رغبة حقيقية للمجتمع العراقي بأن يكون لنا أبطال مقاومين يحاولون إنصاف العراق وإرجاع الحقوق العراقية. طيب. هؤلاء سلاحهم سلاح مقدس ويجب أن نحترم السلاح بيد المقاومين، والمقاومة حق دستوري وحق ديني وحق شرعي وحق يعني حتى الديانات السماوية شرعتها وأيضا المواثيق الدولية، وهنالك ما يثبت هذا أنه في ميثاق الأمم المتحدة. نعم. أنه مقاومة هو شرع وحق. نعم. طول على أستاذ محمد جعفر بما تفضل به أستاذ عدنان. أستاذ محمد، يعني يتحدث الأستاذ عدنان الكناني عن ويميز بين المقاومة وسلاح المقاومة وعلاقة هذا السلاح بأمريكا سواء رضاها أو عدم رضاها عنه، ولكن إذا ما تحدثنا عن التحديات التي واجهت القوات الأمنية سابقا، فاليوم الواقع الأمني الجديد للعراق يقوم على أساس التعاون في مجالات محددة مع التحالف الدولي، وهنا ننظر إلى جزئية تنظيم داعش اللي لم يعد سوى مجاميع مطاردة في الصحراء أو الكهوف وما تشكل تهديد العراق. فإذا دور التحالف الدولي في هذه الجزئية هل انتفى أم أن لا زال له دور يريد إبقائه؟ طبعا مرة أخرى أنا لم أستمع للضيف الكريم وأعتذر، ما أعرف إشكال فني يعني، لكن أنا أريد أقول أنه أنا حينما أتحدث عن الجهات التي يمكن أن تنقلب على الديمقراطية الموجودة في العراق هي بالحقيقة ربما تكون جزء من الدولة حاليا. أنا أذكر قبل فترة كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء من داخل الإطار،
كان يتحدث عن أنه حدث اتفاق مع الجماعات المسلحة أنه يرشح السوداني، وبعد ذلك سيتم الحديث عن موضوعة إخراج القوات الأمريكية. بعد مرور 4 شهور يقول شخصيا أحد قيادات الجماعات المسلحة سأل السيد المالكي يعني ماذا فعلتم، فكان إحراج بالنسبة للسيد المالكي وحدث اجتماع داخل الإطار، تبين أنه لم يستطيعوا فعل شيء، بما يعني أنه الجماعات المسلحة لا صوت مرتفع. هنا أسأل حضرتك أستاذ محمد، يعني لما تقصد حضرتك الجماعات المسلحة، هل هي جماعات مسلحة خارج القانون، أم أن هذه الجماعات هي لها تمثيل نيابي وبرلماني وتكون هذه الاتفاقات ضمن الإطار؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، التصويت على إخراج القوات الأجنبية وقوات التحالف هو قرار برلماني تم التصويت عليه بالأغلبية، بالتالي لما نسمي هذه الجماعات المسلحة فقط بهذه التسمية، ألا تعتقد بأنها غبن لحقوق الكتل السياسية؟ بالضبط، أنت أجبت سيدي. في العراق القانون لا يسمح لأي كتلة سياسية أن يكون لها جناح مسلح، المسألة غير قانونية. فحينما نتحدث عن جهات سياسية موجودة داخل البرلمان، فكيف يمكن أن يكون لها جهة مسلحة؟ وهذه بداية الإشكال أصلا، يعني أنه كيف يمكن أن يكون هناك جهة سياسية تمارس الديمقراطية والانتخابات والصراع السياسي السلمي وهي تمتلك جناح مسلح؟ فأنت تتحدث عن تناقض موجود داخل البنية في النظام السياسي العراقي، وهذا ما يخشى منه العالم، أنه أنت لا تتعامل مع جهة سياسية، هذه الجهة السياسية بالحقيقة لديها سلاح، وهذا السلاح لو انسحبت القوات الأمريكية من العراق الآن واختلفت الجهات. وأنا أضرب لك مثال سريع جدا، طيب، وهو آخر ما حدث من تدخل للصدريين في مثلا المنطقة الخضراء، حملوا السلاح ودخلوا إلى المنطقة الخضراء وبدأت تواجه الدولة. طبعا لم يدخلوا بكل قوتهم، لكن هذا نذير شؤم، وهذا يعطيك تصور أن القوات الأخرى أيضا، يعني حينما نتحدث عن العصائب، حينما نتحدث عن النجباء، حينما نتحدث عن وفقا لما تتفضل به أستاذ محمد، يعني هذا الطرح هل راح يوضح لنا نقطة وجود قوات التحالف الدولي لما أمريكا تتحدث عن وجود قوات ليست قتالية للتدريب والاستشارة فقط؟ ولما تتفضل حضرتك بهذه التهديدات التي تستشعرها أمريكا، فإذا نتحدث عن وجود أمريكي أو وجود قوات تحالف دولي قتالية؟ طبعا القوات الموجودة في العراق قوات قتالية بلا خلاف، وأي جهة حتى لو كان رئيس الوزراء يقول أنها ليست قتالية، أنا أقول لك هي قتالية، والمسألة منتهين منها، يعني لا أحد يختلف ولا أحد يقول، يعني دعنا من التصريحات، كل حتى الجيش العراقي نفسه يعلم وقيادات الجيش العراقي تعلم أن القوات الأمريكية الموجودة في العراق هي قوات قتالية يمكنها مواجهة أي اعتداء عسكري من الداخل أو الخارج، لن نختلف على هذا الأمر. زائدا فكرة التخويف من الجهات المسلحة، يعني ما أريد أقول هذه جهات ميليشيات أو تسميها فلان يسميها قانونية فلان يسميها جيش، أنا أتحدث عن جهات سياسية في العراق تمتلك سلاح لو اختلفت. حتى هذا الأمر بالمناسبة، وجود القوات الأمريكية يخدم دول الجوار ربما ما عدا إيران، يعني طيب، لا تحب وجود القوات الأمريكية، لكن دول هذا موضوع ذكرنا بقصف السفارة الأمريكية ولم تفعل شيء السفارة الأمريكية، سوى حتى قبتها الحديدية لم تكن كافية لصد هذه الهجمات. أستاذ عدنان، نتحدث عما يتفضل به الأستاذ محمد جعفر بأن القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية هي قوات قتالية، وهذا ما يبرر نظرية فصائل المقاومة بإخراج القوات القتالية، وإن كانت هنالك مذكرات تفاهم واتفاقيات تتحدث عن وجود مستشارين ومدربين فقط. أستاذ أحمد، أولا احنا تحدثنا في أكثر الموطن ومن فترة طويلة قلنا أن الوجود الأمريكي هو وجود محتل، وبما أنه وجود محتل فلا بد أن يكون لديه قوات قتالية، وهنالك بعض المتسترين على الوجود الأمريكي وبعض المجملين للصورة الأمريكية، لكن تحدثنا أيضا قلنا أنه إن كان هنالك نوايا حقيقية للقوات الأمريكية أو للإدارة الأمريكية أو للتحالف الدولي مع الحكومة العراقية، على الأقل كان هنالك كشف ومكاشفة لما موجود من قوات سواء كان قتالية أو تدريبية أو استشارية بالأرض العراقية، وما هو عديد هذه القوات، ولماذا هنالك أكثر من منفذ باقي تحت السيطرة الأمريكية دون أي تدخل عراقي، سواء كان منفذ جريشان مع الجار الكويت، وهذا المنفذ منذ 2003 ولحد هذا اليوم لا يسمح مطلقا للإدارة العراقية أن تتدخل بالخارج والداخل من هذا المنفذ.
ما هو السلاح وما هو الأعداد البشرية وما هي القوات وما هي الآليات وما هي، تدخل من هذا المنفذ وتسلك الطريق السريع باتجاه قاعدة عين الأسد أو باتجاه قاعدة القيارة أو باتجاه قاعدة المحلبية أو باتجاه قاعدة الحرير أو ربما في اتجاه قاعدة بلد. لذلك نقول أنه الإدارة الأمريكية اليوم تتعامل بسوء نية مع الحكومة العراقية وتتعامل بتعالي كبير جدا مع الإدارة العراقية، وهنالك تصرفات تشوبها كثير من علامات الاستفهام تقوم بها الإدارة الأمريكية. وكذلك الإدارة الأمريكية نصبت قاعدة عسكرية في قلب بغداد تحت مسمى السفارة الأمريكية، وهذا واضح جدا. يعني هنالك منظومات للدفاع الجوي، هنالك قوات مجوقلة من الفرقة 101 محمولة جوا، هنالك قوات الدلتا، هذه القوات الاستطلاعية الاستخباراتية المقاتلة، هنالك قوات ما يسمى التحالف الدولي وقوات فرنسية، وآخرها ما حدث في صحراء صلاح الدين بينما كان هنالك مشاركة للقوات القتالية الفرنسية مع قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وتم قتل من بكمين الداعش الإرهابي قاموا به تجاه هذه القوات التي ذهبت باتجاه قصف موطن لداعش الإرهابي ثم أتت للتفتيش وكشف ما حدث ضمن هذا الموقع الجغرافي الذي استهدف من خلال الجو، وتبين أنه كمين قامت به داعش الإرهابي استهدف 6 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وقتل جندي فرنسي. ثم تحدثت الإدارة الفرنسية عن ثالث جندي مقاتل فرنسي يقتل في شهر 9 في شهر آب أو ربما في شهر هذا 9 الذي مضى أو نحن فيه بنهايته. فنقول أن هنالك قوات قتالية واضحة جدا، وهنالك تستر على هذه القوات القتالية، وهنالك بعض المجملين للصورة الأمريكية، وربما البعض يحاول الطعن بجهات أخرى على حساب أنه تجميل الصورة الأمريكية. لذلك نقول أنه هنالك تشكيك داخل التشريعية، وهنالك أيضا تشكيك داخل التنفيذية، وهنالك أناس يدورون من منصب إلى آخر وتشوبهم كثير من علامات الاستفهام. نعم. وهنالك قانون يقاضي ويحاسب العملاء والجواسيس. نعم. هذا القانون عطل بإرادة أمريكية كي يعملوا العابثين بأمن البلد بأريحية تامة بالأرض العراقية. لذلك نقول على الحكومة العراقية اليوم كمرحلة أولى لمعالجة الخروقات المخابراتية تفعيل قانون مكافحة التجسس، هذا القانون المهم جدا والمعطل بإرادة أمريكية، وأبناء جهاز المخابرات الوطني العراقية الأبي اليوم مكبل أيديهم حتى مهمتهم الرئيسية هم لا يعرفوها، لذلك يقومون ببعض الأمور الشرطوية لأنه المهمة الرئيسية لهذا الجهاز معطلة. فنؤمل ونتأمل كثيرا من الحكومة العراقية أن تفعل هذا القانون من أجل حماية أمن البلد وأيضا تطهير التشريعية والتنفيذية كمرحلة أولى من المشكوك بولائهم، لأن القرارات الوطنية دائما تحتاج إلى رجال وطنيون، أما في ظل وجود أناس مشكوك بولائهم أعتقد لن تكون هنالك قرارات وطنية ربما تخدم مصلحة العراق والعراقيين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عدنان الكناني الخبير الأمني ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الأستاذ محمد جعفر الباحث في الشأن السياسي حدثتنا عبر سكايب من نيويورك، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات في هذا الملف. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد فاصل نتابع. زيارة الأسد للصين محطة لطريق الحرير، وأي أدوار ستلعبها بكين؟ حياكم الله مشاهدي الحباب، هذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الدكتور صالح الشذر استاذ العلاقات الدوليه، اهلا ومرحبا بك دكتور ضيفا كريما. اهلا وسهلا حياكم الله، وكذلك ارحب بضيفي الكريم من سوريا انضم معنا عبر سكايب الاستاذ محمد نادر العمري الباحث السياسي، اهلا ومرحبا بكم. دكتور صالح، نتحدث عن زياره الاسد الى الصين باعتبارها مرحله جديده من العلاقات الاستراتيجيه بين دمشق وبكين، هل تعتبر هذه المحطة هي لتعزيز أدوار المراحل السابقة أم أنها ستتركز حول متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. بالتأكيد
السياسة الخارجية السورية بدأت بحركة ديناميكية ستيب باي ستيب، بدأت بالجانب الإقليمي وكسر حقيقة الطوق العربي أولا، ومن ثم تبوأت مقعدها في جامعة الدول العربية وكسرت جبل الجليد بين الدول العربية، ومن ثم اتجهت إلى الجانب الإقليمي، وكانت هناك زيارة إلى الجارة إيران واستقبل استقبال كبير السيد بشار الأسد من قبل السيد الخامنئي وأيضا من قبل رئيس الجمهورية في إيران، ومن ثم كانت الانطلاقة إلى المسار الدبلوماسية العالمية وصولا إلى روسيا واستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيد بشار الأسد، ومن ثم هذه الزيارة التي تتحدث عنها هي تدخل في ضمن الدبلوماسية الشعبية عندما تدعي الصين الرئيس بشار الأسد لحضور حقيقة افتتاح أولمبياد، وهي لعبة حقيقة شعبية كبيرة. إذن هو نوع من كسر الحاجز الدبلوماسي العالمي وصولا إلى حقيقة مقاربات بين الصين وسوريا، مستقبلا ستظهر لها نتائج إيجابية في الفعل السياسي الخارجي، وهذا يحسب للخارجية السورية وعملها الدبلوماسي الحديث من أجل الوصول إلى ما تبتغاه من أجل كسر الحصار المفروض عليه عالميا منذ عام 2011. نعم. طيب، جدد ترحاب بحضرتك أستاذ محمد نادر. كسر الحصار المفروض على سوريا من 2011 يتحدث عنه الدكتور صالح الشذر، وهنا نتحدث عن زيارة الأسد إلى بكين قبل 2011 كانت أحداث وتلتها أحداث أخرى، واليوم نحن في مرحلة جديدة. هل تمثل هذه الزيارة انتقال نوعية في حجم العلاقة أولا، فشل عزل سوريا عن الإقليم والعالم من الناحية السياسية والاقتصادية بالدرجة الثانية؟ بداية مساء الخير لك والأستاذ المستهدين بفريق عمل في قناة حياكم الله. أنا أتكلم من ثلاث نقاط أساسية. تفضل. بأن هذه الزيارة يعني هي زيارة دولة بأبعاد جيوستراتيجية، وهي تلم عن مصلحة مشتركة للجانبين. اليوم البعض قد يستغرب بأن كيف هي يعني مصلحة مشتركة لكلا الجانبين، سواء يعني أن حجم سوريا لا يتناسب مع حجم الصين ولا بإمكان الصين. بالدرجة الأولى يعني الجميع يدرك بأن سوريا اليوم تشهد مرحلة يعني دعنا نسميها انعطافية في مسار الأزمة السورية التي تمر بها، وخاصة بعد انتهاء يعني بشكل كبير العمليات العسكرية التي شهدها الميدان. وبالتالي اليوم زيارة رئيس الأسد إلى الصين تمثل نعم كسرا للإرادة الأمريكية إن صح التوصيف في فرض العزلة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية على سوريا. النقطة الثانية أيضا، سوريا هي اليوم يعني بدأت تبحث في مشروع إعادة الأعمار، وبالتالي تبحث عن شراكات استراتيجية حقيقية يمكن أن تستفيد منها سوريا في مشروع إعادة الأعمار وتثق بها في آن واحد. أيضا على مستوى حتى الدور السياسي يمكن للصين أن تلعب دورا سياسيا، وخاصة أن الصين في عام 2021 قدمت مبادرة من أربع نقاط لحل الأزمة السورية. أيضا اليوم الصين لديها مصلحة في تطوير علاقاتها مع سوريا. الصين قدمت يعني استخدمت حق النقد 8 مرات في مجلس الأمن، وبالتالي كان المستوى الدبلوماسي والسياسي متقدما على المستوى الاقتصادي. اليوم لماذا هناك مصلحة حتى للصين بدخول شراكة مع سوريا؟ لعدة أسباب. أولى هذه الأسباب اليوم يعني بلورد الصراع وزيادة الصراع على مستوى النظام الدولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين تدفع هذه الدول إلى البحث عن شراكات من شأنها مع دول ترفض السياسات الأمريكية. لذلك شاهدنا خلال الشهرين الماضيين زيارة الرئيس الإيراني إلى بكين، وكذلك منذ أيام كان هناك زيارة للرئيس الفنزويلي، واليوم الرئيس الأسد هو موجود في الصين. النقطة الثانية، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تطرح مشروعا مهددا للمشروع الحزام والطريق، وهو المشروع الهندي الأوروبي. وبالتالي أعتقد بأن الصين استشعرت خطورة ذلك وأدركت سوريا إضافة إلى موقف سوريا. وبالتالي اليوم الموقع السوري الذي يتوسط ما بين العراق الذي يعني استورد منه الصين 10 إمكان قدر حاجتها من النفط، وكذلك ما بين تركيا الخط المنتهي من الناحية الآسيوية إلى الحزام والطريق، والإشراف البحري أو الإطلالة البحرية
لسوريا على المتوسط وقربها من أوروبا، هذا يدفع الصين لزيادة تعاونها مع الدولة السورية. فضلا عن ذلك اليوم حتى مشروع إعادة الإعمار يشكل يعني لقمة سائغة للكثير من الدول وفرصة يعني تطمح عليه الكثير من الدول في سوريا، وخاصة أن الأرقام هي كبيرة جدا بما تحتاجه البنى التحتية من إعادة أعمار سواء 600 مليار دولار أو أكثر من ذلك. وبالتالي أعتقد أن أيضا الصين تبحث عن دور لها في المجال الاقتصادي في سوريا. فضلا عن ذلك هناك مشاريع يعني سورية صينية أعتقد بأنها يعني تتلاقى في مسار واحد، مثل مشروع الحزام والطريق مع مشروع الخط الغاز الإسلامي الذي طرح قبل الأزمة السورية وأثناء الأزمة السورية، الرابط ما بين إيران وإيران والعراق وسوريا، أو فيما يتعلق بمشروع الرئيس الأسد الذي طرح في عام 2005 وهو ربط البحار الخمسة. وبالتالي أعتقد بأن التوقيت السياسي لكلا الدولتين يمثل يعني حاجة الضرورة لزيادة التعاون ما بين الجانبين. فضلا عن ذلك هناك متغيرات إقليمية ودولية اليوم. يعني قبل أن نذهب إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، إذا تسمح لي أستاذ محمد، نجاح الدبلوماسية الصينية في تقريب وجهات النظر ما بين إيران والسعودية، وهذا يعني ما كان بداية زيادة الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط. هذه المفاهيم التي يتفضل بها الأستاذ محمد نادر العمري مهمة جدا، وهنا نتحدث عن المشتركات المستقبلية دكتور صالح. يعني لما نتحدث عن شراكة استراتيجية بين بكين ودمشق، هل ستظهر في إعمار ما دمرته الحرب على سوريا خلال السنين الماضية؟ نتحدث هنا عن تعافي سوريا، هل هو مشروط بدعم جهود إعادة إعمارها أم أن هنالك مسارات أخرى؟ نعم، أولا موضوع ومفردة الشراكة الاستراتيجية من قبل الجانب الصيني وتعني في الدبلوماسية الصينية علاقات سياسية اقتصادية وعلاقات أمنية وعسكرية، وهذا يعني من الممكن أن تكون هناك حتى تعاون عسكري وصفقات أسلحة مستقبلية لسوريا، وهذا هو النوع حقيقة متقدم جدا في الدبلوماسية العسكرية من قبل الصين، يقدم بطبق على طبق من ذهب للجانب السوري. وأيضا وعدت الرئيس السوري، وهذا حقيقة مهم جدا، بأن يكون لها موقف جديد في مجلس الأمن، وحقيقة واستخدام حق النقض ضد أي قرار يصدر ضد النظام السوري، وهذا حقا مهم جدا بالنسبة لسوريا. إذن هو مفتاح حل للجانب الروسي، ولا فتح الطريق العالمي دبلوماسيا أمام سوريا أولا. ثانيا أكيد يعني حقيقة هنالك مشتركات للجانب الاقتصادي الصيني مع سوريا، مثل ما فضلت حضرتك لوجود حقيقة هنالك دمار كبير جدا وبنية تحتية مدمرة منذ عام 2011، وبالتالي سوريا تحتاج إلى حقيقة بناء متكامل، وتحتاج إلى إمكانيات وشركات صينية، وأعتقد أن الشركات الصينية قادرة على فعل ذلك. وحقيقة دخول سوريا قبل عام لمشروع الحزام والطريق يعد حقيقة مهم جدا في سبيل إعمار سوريا، وأعتقد أنه أيضا هنالك مزاحمة كبيرة جدا، وهي مزاحمة صينية روسية إيرانية للأحادية القطبية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا هي حقيقة ملعب الهدف لهذه الدول، وبالتالي من يسيطر حقيقة أو من تكون سوريا لصالحه وسيكون الغالب الأكبر، بحيث هناك موقع استراتيجي كبير جدا يربطها بالعراق، وحقيقة يربطها قريبة على فلسطين، وبالتالي حقيقة حتى تكون هناك من الممكن أن يكون هناك ضغط على الجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة الجيوسياسية. وبالتالي أعتقد أنه كسب السياسة الخارجية السورية للصين هو نقطة تحول في علاقات الدبلوماسية وعلاقات الدولية بصورة عامة، وأنا أعتقد أنه ستيب باي ستيب سينجح الرئيس بشار الأسد في هكذا محاولاته، ومن ثم الانطلاق إلى فك الحصار عالميا، حتى حقيقة حتى لو بقت الولايات المتحدة الأمريكية منفردة في هذا الموضوع سيتجه نحو الاتحاد الأوروبي أيضا. نعم طيب، رغم الوضع الهش الذي لا زال في سوريا أستاذ محمد نادر، ولكن من جهة أخرى هل ستنظر بكين إلى أنها إلى سوريا كأنها بأنها محطة لطريق الحرير، وهذه المحطة مهمة جدا في هذه الحالة؟ راح يكون لبكين دور استثنائي بمليارات الدولارات لإعادة إعمار سوريا؟ يعني دعنا نكون موضوعيين حتى في هذه النقطة. اليوم سوريا تمثل ركيزة أساسية في طريق الخط
الحرير والحزام والطريق أو ما سمي بطريق خط الحرير العظيم سابقا. لماذا؟ أولا طرح مشروع الهندي الأوروبي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هدفه إيجاد ممر بديل ومسعت إليه الصين من توسيع ميناء حيفا في فلسطين المحتلة اليوم أعتقد بأنه يستثمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية أيضا حتى بالنسبة للتركي لا يمكن للصين اليوم الوثوق بالشريك التركي لسببين. السبب الأول تركيا هي يعني عضو في حلف الأطلسي وبالتالي قد يمارس ضغوطا على تركيا سواء من خلال استخدام الضغوط الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية أو قد تذهب أو تنزح تركيا في مرحلة معينة وتعقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي والأطلسي في محاولة لتقطع الطريق أمام الحزام والطريق. لذلك سوريا بالدرجة الأولى هي مهمة لأن اليوم موقع يعني إضافة إلى موقع سوريا هناك موقع سوريا وبالتالي عندما نتحدث بأن هناك عاملين أساسيان يربطان الصين بسوريا رابط الموقع الجغرافي الهام وواقع المصلحة والإيديولوجية التي تبنى ربطا للسياسات الأمريكية بشكل كبير. اليوم هل ستدخل الصين بكل إمكاناتها إلى الداخل السوري؟ أعتقد بأننا سنشهد نوعين من التطور العلاقات الاقتصادية إضافة إلى الجوانب الأخرى. ولكن قبل أن أدخل إلى العاملين أو المسارين لتطور العلاقات الاقتصادية لابد من الإشارة بأن هناك هدف أيضا صيني له بعد أمني يتعلق بمقاتلين الإيغوار والتركستان المتواجدين في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا وبالتالي تخشى الصين من عودة هؤلاء وبالتالي تحتاج إلى تنسيق أمني أيضا إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي مع سوريا فيما يتعلق بتحديد مصير هؤلاء في حال حصول توافق ما بين سوريا وتركيا أو حصول عمل عسكري في تلك المنطقة. بالتالي اليوم يمكن القول بأن تطور المسارين الاقتصاديين يتمثل أولا بالمسار الإسعافي لأن اليوم من مصلحة الصين دعم سوريا كما تحدثنا منذ قليل للحفاظ على موقعها والحفاظ على موقفها وبخاصة أن اليوم الوضع الاقتصادي في سوريا هو وضع يعني هش ومتردي كما تفضلتم منذ قليل سواء كان ذلك بسبب فقد الولايات المتحدة الأمريكية النفط السوري سواء كان ذلك بسبب الحصار الاقتصادي واستهداف الليرة السورية سواء بسبب كثير من العوامل التي يعني المرتبطة بالأزمة السورية. أعتقد بأن الحلول الإسعافية سواء كان ذلك من خلال البحث عن آليات للالتفاف عن قانون قيصر والتهرب من العقوبات أو من خلال احتمالية إقامة الصين عدد من المنشآت الاقتصادية الصناعية في المناطق الصناعية في المناطق الآمنة لتوفير الجهد والمال في حال أرادت إرسال أو يعني فتح خط قنوات باتجاه أوروبا من سوريا أو من خلال حتى القروض المساهمة للدولة السورية للحفاظ على قوتها أو من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية التي تقاعست الأمم المتحدة عن تنفيذها من خلال ما اتخذته من قرارات سابقة تتعلق ببناء البنى التحتية عبر ما سمي بمشاريع التعافي المبكر. أستاذ محمد يعني أعتقد بأن هذه النقطة تشكل ركيزة أساسية لمرحلة الحزام والطريق لأن حتى رأس يعني يكون موضوعيين الرأس المال هو جبان وبالتالي لا يمكن للصين. أستاذ محمد خليني أذهب إلى الدكتور صالح لما تفضلت به يعني عكس إلى دكتور صالح الشذر إذا تسمح لي على المقاطعة في هذا الشأن يتحدث الأستاذ محمد نادر العمري عن مسارات والمكاسب التي من الممكن أن تتحقق لسوريا ولكن ماذا عن التحديات التي ستفرضها الدول المناوئة لهذا المشروع ماذا عن الجهات التي تتصارع في الداخل السوري؟ نعم أولا بالتأكيد يحتاج حقيقة النظام السوري ونظام السيد بشار الأسد إلى توحيد الصفوف في الداخل والقضاء على جميع المنغصات التي حقاً نكون من ممكن تكون طاردة للجانب الاقتصادي وطاردة للشركات الأجنبية التي ستأتي سواء كواكية معظمها من روسيا والصين وبعض البلدان حقيقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تحتاج إلى حقيقة أرض هادئة وتحتاج إلى مكان حقيقة لكسبها هكذا شركات حتى تستثمر بقوتها وتستثمر أموالها بحقيقة باطمئنان. هذا جانب بالنسبة للجانب الاقتصادي. كما تعلم حضرتك وسؤالك مهم جدا أنه الصين وروسيا
يلعبان اللعبة غير الصفرية في علاقاتهم الدولية عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب اللعبة الصفرية. اللعبة غير الصفرية هي أنه الأكبر يكسب ويعطي هامش من الربح للأصغر وبالتالي يعطي إشارات لاستمرار اللعبة عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصرف في اللعبة الصفرية وهي أن الرابح الأكبر والرابح الأول وخسارة لجميع الأطراف. وبالتالي أعتقد أنه الجانب اللعبة غير الصفرية سينجح مع الصين ومع روسيا باعتبار سيعطي هامش كبير من الربح للجانب السوري باعتبار هناك استثمارات ستكون حاضرة لإعمار سوريا ولبعض المناطق وحتى حقا سيؤثر ذلك إيجابا على العراق والدول القريبة من سوريا وبالتالي ستكون من الممكن يكون هناك شركات عراقية أيضا ستساهم في هذا العمل باعتبار هناك كبير جدا وهناك ثروات عراقية طالما ممكن تستخدم في هذا الموضوع وبالتالي حتى العراق السياسة الخارجية العراقية تحتاج إلى تنسيق مع هكذا شركات مع هكذا شراكات لنصل إلى مبتغى اقتصادي يعمل جميع الأطراف وبالتالي أعتقد أن سوريا ستكون الرابحة أولا وأخيرا أكثر من غيرها من علاقاتها مع الصين أولا وروسيا ثانيا وأعتقد لو كانوا مجتمعين سيكون الموضوع أفضل وأعتقد أن حتى اليابان ستدخل على هذا الموضوع وستكون لها استثمارات في دمشق. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور صالح الشذر أستاذ العلاقات الدولية متفضلا بهذا الملف في هذه الإثراءات وكذلك الأستاذ محمد نادر العمري البحث السياسي ضمت معنا عبر سكايب من سوريا شكرا جزيلا لحضرتك شكرنا موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة في أمان الله.